عالجت مصالح أم دائرة المشرية قضيتين نوعيتين. الأولى تتعلق بالاتجار الغير شرعي بالمشروبات الكحولية، أين تم ضبط كمية من المشروبات الكحولية بالنوع جوعة حوالي 1512 قارورة جوعة لدى صاحبها بالفرار، أين تم حجز 88 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين وإيريكا، وحجز مبلغ مالي يقدر ب 154 ألف دينار جزائري من عائدات البيع.